إخوان الأخوات، هذا الفيديو فيه ثلاثة الأخبار جد مهمة، نتمنى أنكم تبارتاجيو وتكثروا من اللايكات. الخبر الأول هو كاين واحد البروموسيون من واحد الشركة في إسبانيا بالنسبة للإخوان العالقين والجالية المغربية اللي باغين يزوروا المغرب. البروموسيون فيها جوج ديال التحاليل زائد تذكرة ديال الطائرة ابتداء من 350 الأورو. غادي نخلي لكم الصورة بالخبر، كذلك جميع المدن الاسبانيه اللي في اللي العيادات اللي يمكن لكم تلتجئوا ليها غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. كذلك كاين خبر ديال الحكومه ديال المليليه كيدرسوا فتح الحدود المليليه مع المغرب. وبالنسبه للناس اللي كيستعملوا البواخر الايطاليه، ردوا بالكم راه كاين السرقه من السيارات ومن الفورغونيتات اخوتي، ردوا بالكم، والامتعه المهمه طلعوها معكم الفوق. كذلك كاين تسجيلات صوتيه للاخوات من الخليج ومن مليليا المحتله. نتمنى انكم تسمعوا الفيديو حتى الاخر وتكثروا من اللايكات والبارطاج اخوتي، بقاو معايا. السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسيونا من جديد في موضوع جديد. خوتي وزتي كما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. الاخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تسجلوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي كما شفتوا معايا راه نزلنا الرقم ديال الواتساب باش الناس اللي عندهم شي استفسار ولا عندهم شي سؤال ولا بغا يوصلوا شي حاجه ولا هذا، مرحبا خوتي على الراس والعين. ودائما غادي، لان النهار الاول توصلت بزاف ديال الاوديوهات بزاف ديال المكالمات، وغادي كل فيديو غادي نحط واحد ثلاثه جوج ثلاثه ديال التسجيلات الصوتيه او لا شي فيديو. غير هو عفاكم يكون شويه ما يكونش العيطات بالليل، يعني عملت واحد التوقيت من 9 الصباح ل 10 الليل، لان بعض المرات كاين الناس، وانا كنتفاهمهم الصراحه، كاين الناس كيتصلوا جوج ثلاثه ل 4 الليل. ما نطولش عليكم، كاين واحد الخبر مزيان بالنسبه للناس ديال المليليا اللي هو غادي نقرا عليكم الاسبانيه ونترجمه بالعربيه. الخبر ما كاينش كامل، ما عرفتينا هذه الصفحه هذه ديال باغو اللي كيقول لا ديليغاسيون اناليزا لا بوسيبيليداد دي ريابري لا فرونتيراس ديزدي اون بونتو دي فيستا سانيتاريو. الحكومه ديال المليليا يعني كيدرسوا هذه القضيه هذه باش يفتحوا الحدود. كما عارفين حتى هما شادين الحدود ديالهم وعاملين واحد الفتحه حتى النهار حتى الاخر ديال هذا الشهر. هذا الخبر كامل كيقول الغوبيرنو افانسو اير كي سي ستا بلانتياندو لا بوسيبيليداد دي يبار اكابو اونا ريابيرتورا دي لا فرونتيرا انتر اسبانيا اي ماروكوس ان ميليا دي اونا مانيرا بروغريسيفا كي غارانتيسي كي لا سيتواسيون سانيتاريا دي لا سيوداد نو سي فايا اغرافادا بور اون ترانسيتو امبورتانتي دي بيرسوناس. بونو دياريامنت الناس اللي كيدخلوا يخرجوا يوميا خصهم كيدرسوا يعملوا شي طريقه باش الناس يدخلوا ويخرجوا، يعني بونو كيفكروا ماس يعني في هاد المسائل ديال كما عارفين حنا كاملين ديال الكوفيد. غادي هنا بالعربيه شويه لان ما عرفتين علاش مجدود ما كاينش الخبر كامل. بونو بالعربيه انا ترجمته هنا اللي كيقول لك يحلل الوفد امكانيه اعاده فتح الحدود من الناحيه الصحيه. أحد الخيارات التي يجرى النظر فيها هو تنفيذ فترة من التصعيد على الحدود وضمان الأشخاص الذين اجتازوا ذلك في أفضل الظروف الممكنة. وما كتعرفوا مي كتكون الترجمة بجوجل كتكون شوية هذا اللي كيقول الخبر كيقول أعلنت الحكومة أمس أنها تدرس إمكانية إعادة فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب في مليلية بشكل تدريجي يضمن عدم تفاقم الوضع الصحي للمدينه بسبب حركه المرور اليوميه الكبيره. كيدرسوا شي طريقه باش يفتحوا الحدود ودائما يعني حفاظا يعني باش ما ينتشرش الوباء الى اخره. المهم هذا من جهه اخوتي، نتمنى من الله يكون شي اخبار يعني قريبه بالنسبه لفتح الحدود في مليليه وسبته، لان انا قلت لكم النهار الاولي نزلت الواتساب اتصلوا بيا الناس شحال نقول لكم يعني حالات والله وللاسف ما كنسمعوش حنايا هاد الناس هادو. انا كندي عيني مع الفيديوز وهذا ما كيتسمعش الصوت ديالهم. واش عباد الله واش هاد الناس هادو غادي يعيدوا؟ لان كيفكروا شي كلام. انا غادي نحاول نحط واحد ثلاثه ولا جوج ديال التسجيلات الصوتيه وخطوي، لكن بزاف ولكن كل نهار غادي نحاول نزل واحد جوج ثلاثة ديال التسجيلات. وكنتمنى انكم تسمعوا هاد النساء، خصوصا النساء
عندهم وليداتهم، عندهم الاباء ديالهم. شنا البارح ديك السيده راه ديك النهار عملت واحد النداء، ها هو الاب ديالها توفى ولحد الان بقى عالقه ما قدرش تشوفه. كيتصلوا بيا الناس يعني من العالم كامل اخوتي. غادي نخليكم مع التسجيلات الصوتيه، وكنتمنى انكم تسمعوا، غير سمعوا هاد الناس، غير شاركوا معاهم هاد المعاناه وبارطاجيو هاد الشيء ديالهم، لانه والله حتى حشومه وعار يعني بقاو يدوزوا العيد الكبير. يعني حنا شنا دوزوا رمضان، دوزوا العيد الصغير، وراه خمس شهور وما الناس، ما كاين اللي دخل يشري غير الدواء، كاين اللي انتم غادي تسمعوا التسجيلات الصوتيه اللي غادي انا قلت لكم غنحاول، لان كاينه بزاف ديال التسجيلات الصوتيه وكاينه بزاف. المهم ما غاديش نقدر ننزلهم كاملين، وكذلك غادي نخليكم مع واحد الناس اللي كيستعملوا البواخر ديال ايطاليا. ردوا البال بزاف، راه كاينه السرقه في البواخر. غادي نخليكم مع واحد الفيديو راه تسرقوا الناس. الفيديو راه غادي يشرح كل شيء. حنا الناس يعني الجاليه دائما في نوف الراس، يعني الناس كيقطعوا هاد الباركوس واخا غاليين واخا هذا، تفاديا للسرقه هنا في الطريق ديال اسبانيا. وهذا دابا حنا بدينا كنتسرقوا في وسط البواخر، ما عرفناش واش غادي نطيروا في السماء ولا. وما الحاجه العلامه الاستفهام اللي كنطرح انا هو واش ما كاينش يعني الكاميرات كيسجلوا في هاد البواخر هادو. فهمتي انا كيفاش تسرقوا بزاف ديال السيارات وديال الفرغونيطات. هاد هنا انا الصراحه انا بدي كنطرح علامه استفهام. خليكم مع الفيديو هذا السرقه، ونخليكم ومن بعد عفاكم بقاو تسمعوا معنا التسجيلات الصوتيه. تسجيل المغرب، فكنتفاجئوا انه وقعت واحد السرقه هنا في سميتو في الباطو من جهه السيارات والفرغونيطات. تقريبا ما يقارب على 15 طنوبيل فيها فارغونيطات وطنوبيلات. الناس سرقوا لهم الفلوس، كل واحد وشحال داولو، شي داولو 1000، شي داولو 1500، شي داولو 3000 الاورو. فهذه كارثه بمعنى المقاييس. الناس العام كله وهي كتخدم باش تصور ديك الامانه، كيجي واحد ثاني سرقها لهم، فهذا الشيء حشومه. المهم في الباخره ديال غراندي نافي فيلوتشي، اخ رشيد اللي كيعرفو تاهو ديال الفوبارنو، تاهو داولو 6500 درهم، رشيد فراك. ما عرفتش هاد الاخ داولو كمبيوتر، دابا السلطات الاسبانية هما طلعو الكواردية تيفيل ونايض مشكل كبير. هذا شي حشومه وعار، وماشي اول مره، ماشي اول مره هذه كتوقع، هذه ثالث مره ولا رابع مره هي كتوقع هنا في غراندي نافي. وماشي غير طونو، ماشي غير فارغوني تطح. رشيد شحال داولك انت؟ 6500 درهم. فهذه كارثة، فهذ كارثة حشومة والله إلا حشومة عليهم بالله. هاد الأخ مول التيشيرت بيض داولو 1000 الأورو تا هو. صالح كلشي
يعني ردوا بالكم، ما تخليوش يعني الاشياء اللي عندها قيمه في السيارات وهذا وخصوصا الفليسات طلعوا معكم اخوتي، انتم شفتوا شنو كيوقع. يعني هاد دابا هاد الناس هادو اللي فهاد الباخره يعني تمر اللي دوزوا ديال التحاليل وهذا وفي البويرتو باش هذا، ومن بعد يتسرق منهم ديك الممتلكات ديالهم، راه هادشي هذا بزاف اخوتي، ردوا بالكم. ودابا اخوتي نخليكم تسمعوا معايا التسجيلات الصوتيه اللي غادي ننزلها لكم، وعافاكم بارطاجيو الصوت ديال هاد النساء، عافاكم راه هما كيطلبوا منكم هادشي هذا. مان كيداير لاباس عليك؟ صحيحه مزيان، كنتمنى ان شاء الله تكون بخير. شكرا بزاف اخويا على الفيديوهات، على الهضره اللي كتهضر علينا، وعلى المجهود ديالك اللي كدير معانا، الله يرحم بها الوالدين. انا متتبعين ديالك، والله شكرا شكرا بزاف، كنشكرك من قلبي، الله يرحم بها الوالدين. انا من الناس اللي حاصله في مليليه دابا هذه 5 شهور وحنايا هنايا، واش ما بغاش يديروا لنا حل؟ واش ما بغاش يشوفوا من جهتنا؟ راه والله هذا الشيء بزاف، واش كيخرجوا الناس من اسبانيا من ايطاليا من فرنسا وحنايا اللي هنايا عند الباب جوج دقائق رحنا في الناظور، ما قلنا لهم نخلصوا علينا ني والو، يحلوا لنا غير فرونتيرا نمشيو نروحوا. راه 5 شهور دوزنا رمضان هنايا والعيد الصغير هنايا، ودابا العيد الكبير راه ما نقدروش ندوزوه هنايا، راه الاغلبيه كيفكر في راه اللي صيفط لك اوديوات نتاع البنات، راه اغلبيه كيفكر في هادشي اللي دارت لنا الحكومه. واش حنايا ما يحسوش بينا؟ حنايا عند الباب ما محتاجين ني طيارات ني بواخر ني والو، حتى حاجه من هذاك الشيء، يحلوا لنا فرونتيرا واها، ما قولوا لهم توصلونا ما يوصلوناش، نخرجوا نمشيو نروحوا عند بلادنا، شو نعيدوا مع والدينا؟ هذا هو العيد الكبير اللي كنتجمعوا فيه كاملين، واللي كنجلسوا مع عائلتنا وداك الشيء، واش راسنا؟ راه دابا 5 شهور وحنايا مجرجرين ومكرفسين هنايا، لو كان عندنا الديور ولا عندنا فين نجلسوا ولا عندنا ماشي مشكل، ما عندنا والو، رانا حنا غير عند الناس، شي داير فيه الخشرة راه دابا انا بعد نهضر على راسي، جالسه غير عند واحد المرأة، غير باش ما باتش في الزنقة خويا. يعني كنخدم ليها الشغل، كندير ليها كلشي، مقابله ليها ولادها وكلشي غير باش تخليني نبات عندها، باش ما نباتش في الزنقه، باش ما ياكلونيش الدياب، بلادي مبلعه عليا 5 دقائق راني عند فرونتيرا ومخلياني هنايا، وكنهزو تمارا نتاع كلشي كعرف بلا ما نقول لك، غير باش نباتو نجلسو نعسو تحت السقف، ما نعسوش في الزنقه باش ما يلعبوش علينا. واش هادشي غادي ترضاه بلادنا؟ واش هادشي كتشوف فيه وما بغيش دير لنا حل؟ وراه شافوا ديك البنت مسكينه اللي مات بلاصاتور وما دايرين لها حتى حل، ما عارفين حتى شنو وقع ليها، وهذيك اللي ديوريهاش شنو باغيين؟ راه اغلبي كيف قال لك لا ما عيدناش مع والدينا، انا وحده منهم، والله هادشي راه بزاف، هادشي راه منكر، انك بلادك راه 5 دقائق راك في بلادك ما محتاجين حتى شي حاجه، مني بواخرني والو، لو كان عرفوا العمر كان خرجنا نعومو نمشيو نروحو، ما قلنا لهم نديروا لنا حتى شي حاجه، غير نمشيو نجلسو حدا والدينا، دوزناها دوزنا رمضان دوزنا هاي العيد الكبير ما نقدروش ندوزو، باغيني دابا 5 شهور شنو باغيين هادشي؟ والله راه ما نكذبش عليك، راه كنهضروا قلبي محروق، انا عندي 23 عام وراني مكرفسه هنايا مرميه داخله غير نشري الدواء لراسي باش نمشي نروح، صدقت في 5 شهور. كنشكرك بزاف اخويا عثمان، الله يرحم الوالدين، ما نقدرش نكمل صافي. السلام عليكم خويا عثمان، كي داير لاباس اخويا؟ كي داير وليداتك؟ مبروك عواشرك خويا عثمان. انا من بغيت نهضر معاك، انا كنشوف الفيديوهات ديالك وهما اللي كنبقى نتسنى كل نهار الفيديو اللي تحط، يعني ولا هو العزاء الوحيد ديالنا، كتنفس علينا شويه، كنشوفو بلي ماشي حنا الوحيدين، يعني راه ربي اللي عالم بكل واحد. انا كنهضر معاك وانا ربي اللي عالم بالنفسيه ديالي، انا وحده من العالقات في الامارات في ابو ظبي، جيت سياحه غير باش نحضر واحد الحفل ديال الولد اللوسه ديالي، جيت على 25 يوم كتاب اللي كتاب تسدوا الحدود، بقينا كنعانيو هنايا، انا مريضه يعني عندي عمليه ديال الكلى، عندي مشاكل صحيه كثيره،
بقينا هنا كنعاني، وهذاك الوقت كله احنا طالعين نازلين السفارة، هذا ما داها فينا حد، ما سول فينا حد، ما عمرهم حتى التليفون. جا هذاك الإجلاء، ما كناش محظوظين باش نكونوا من ضمن هذوك الناس اللي جلوهم المغرب. بقينا كنتسناو، ومن تحلوا الحدود فرحنا، قلنا كان عندنا عيد، وليداتي فرحانين في المغرب وانا فرحانه. الحمد لله، يعني الفرج جا. بقينا كنتسناو، ومشينا كنبغي نقطعوا بي وحده اخرى، ما كاينش، كل شيء عامر. ما عرفتش انا كيفاش هالطيارات كلهم عامرين، يعني حتى لو برومي في سبتمبر كل شيء عامر، كل شيء عامر، ما لقيتش البلاصه نهائيا. مشيت عاود قطعت في واحد مكتبة اخر، قالوا باللي راه طيارة، كاينة طيارة فرنسية كانت خاصها تكون لو فان سات، طيارة فرنسية غادي تمشي من دبي لفرنسا، وغادير ليسكال فرنسا، وغادي ترجع للمغرب لو فان تايان سات نهار الثلاث، كنا غادي نصبحو تما. شوية كيجينا باللي الطيارة تلغات. تسنى وعاود لو 23 ما كاين والو. دابا كيقولوا لنا لحد الان كيقولنا ما كاين والو، يعني فليساتنا مشاو. انسان كي قطعت علينا 10000 درهم مغربيه، ما عنديش غير الناس اللي كيشوفوا حالتي الصحيه وداكشي تعاونوا معايا، لانني خليت وليداتي، خليت بنتي مريضه، خلي الزوج ديالي مسكين حاير مع وليداته، جيت غير على ود باش نحضر العرس ديال ولد اختو، وغادي نمشي. يعني كنعاني بزاف، نفساني تدمرات، صحتي تدمرات، ما عرفت حتى باب نطرق والو، ما عرفت الحل. انا بغيت نقطع وما لقيتش فين. يعني هاد الناس تكرفصوا علينا بزاف، قاعدين 5 شهور وحنايا متشردين على وليداتنا. صحتنا عالم بها الله، هنايا في الامارات الى كتمشي في الطبيب يعني الفلوس غالية بزاف. نفسانيتنا ما قدرتش نعبر لك اخويا. الله يرد يستر عليك ويحفظ لك وليداتك وهاد العواشر. بغيت غير تاخذ بعين الاعتبار الجال هاد الناس العالقين في الامارات، على الاقل هضر عليهم، ياخذوا يشوفوا فينا بعين الرحمة. ما بغينا منهم والو، بغينا نقطعوا ونمشي. حنا نقطعو ونمشي، واخويا واخا ما عنديش، ولكن راجلي موظف كيقيلو، قطعوا ليه هادشي ديال الجائحة، ومدابز مع الوليدات. دازت ما حضرتش لولادي، دازو امتحانات ما حضرتش لولادي، بنتي غادي العملية ما نحضرش ليها، ربي العالم. اسمح لي اخويا، عثمان راه انا ربي العالم، راه هادشي اللي عطا الله. حتى عندهم الحق، الا كاينه شي حاجه عندهم الحق، ولكن ما يدخلوناش حنايا في وسط هاد المعمعه كامله. غادي يحلوا للناس يمشيو في حالهم ويعيدوا مع والديهم يخرجوا الناس، راه نص نهار ولا واحد النهار غادي يخرجوا كاع الناس كاملين. الا بغاو يديروا لنا التحاليل نخلصوا هاد التحاليل، واخا غادي نعرفوا نسلفوا ونخلصوهم ونمشيو في حالنا. هادشي اللي كنطلبوا صافي، ما مي لا اله الا الله، وصافي اش غادي نديرو؟ حنا صابرين، ما كناسوش حق الله العظيم. الا نعست واحد الساعه في النهار كنت يعني مرتاحه، كنعس يعني هكا في الصيف كنت كنعس واحد الساعه هكا في العشيه ولا، ولكن دابا في الليل ما كنعس حتى باش نصلي الفجر، وكنبقى فايقه وكنقول يعني كنخاف غادي يحلوها وغادي يخرجوا الناس وانا غادي نبقى هنايا ومانيش عارفه. ولا اله الا الله، وصافي راك عارف المغرب ديالنا ما عنده حتى شي ساعه ديال الانذار، يعني باش غادي يعلم الناس النهار قبل، يعني اللي خرجوا هذيك الخطره غير اللي خلصوا ولا مانيش عارفه شنو داروا هادوك. الاغلبيه ديال صحابين هنايا، ديال صحابي الكواط اللي لاباس عليهم اللي خرجوا، اما الاخرين كاع اللي كانوا هنايا حاصلين بحالي، بحال اللي كينعسوا في بلاصه طورو، بحال كلشي مازال كلشي راه هنايا، حتى شي واحد منهم ما خرج كاع. سمعتوا اخوتي، ثم سمعتوا كلشي بودنيكم.
انا الربح ديالي هو الدعوات ديال هاد الناس هادو بركه، غير ملي كتسمع الناس والله العظيم كاينه سيدات كبار كيقول لك اولدي عثمان، عثمان ديالي وساكن كيبكي وهذا وكيدعو معاك، هذا هو الربح وراس المال من هادشي هذا كامل اخوتي. يعني ما يمكنش نشوفوا هاد الناس هادو كيبكيو وكيعانيو وحنا نبقاو ساكتين، يعني نشاركوا معاهم هاد المعاناه ديالهم، نوصلوا هاد المعاناه ديالهم باش على الله يكون شي حل اخوتي. اخوتي واحد القضيه بغيت نشير ليها، وهو ان التسجيلات الصوتيه اللي فيهم مثلا المعيور ولا فيهم السبانه ولا الدعاوي راه ما غاديش ينزلهم، عفاكم اللي بغى شي تسجيل صوتي ولا شي حاجه يوصلها ولا هذا ما يكونش فيهم يعني السبانه ولا المعيور ولا الدعاوي ولا هذا، يعني من الافضل. نتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا الشيء هذا اخوتي، تهلاو لي فراسكم امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارتاج كنطول الفيديو لأن لابد نوصلوا الصوت ديال هاد النساء هادو. نتمنى من الله أنهم ما يدوزوش العيد يعني مفارقين على العائلات ديالهم.